صباح الخير مشاهدين القرار. حقق الاقتصاد المصري نجاحات وإنجازات كبيرة ومتعددة خلال 10 سنوات ماضية، جعلته قادر على الصمود على مواجهة الأزمات بدءا من جائحة كورونا وحتى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن. ورغم تلك الصدمات الجاسمة، إلى أن الاقتصاد المصري ما زال صامدا بلغة الأرقام بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبعتها الدولة منذ عام 2016 وحتى الآن، من أجل زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي لتوفير حياة أفضل لكل المصريين. أهلا بكم من جديد في القرار، بداية مع أخبار الأسبوع. رئيس الوزراء: مصر لديها فرصا واعدة في جذب الأجانب لشراء العقار المصري بالعملة الصعبة. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر لديها فرص واعدة في جذب الأجانب لشراء العقار المصري بالعملة الصعبة، خاصة بالمناطق السياحية وفي قلب منها الساحل الشمالي. وبالفعل هناك إقبال خلال الفترة الماضية على تملك الأشقاء من دول الخليج للعقار في المناطق السياحية واستثمار مدخراتهم في شراء العقار المصري، وشركات التطوير العقاري والمعارض العقارية أسهمت في الترويج لهذا المنتج المتميز التي تمتلكه مصر. الحكومة تراجع معدلات التضخم في إبريل للشهر الثاني. عرضت وزيرة التخطيط تقريرا تضمن نتائج إيجابية حول تطوير معدل التضخم خلال شهر إبريل الماضي، مشيرا لاستمرار تراجع معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي على أساس سنوي وشهري، نتيجة للجهود الحكومية لخفض أسعار السلع الأساسية، حيث حقق معدل التضخم على أساس سنوي وشهري أدنى قيمته منذ بداية العام المالي 2024 و2023، ليصل إلى 31.8% على أساس سنوي ويصل 0.9% على أساس شهري، نتيجة انخفاض أسعار الطعام والشراب لأول مرة في هذا العام في إبريل الماضي. وزيرة التعاون الدولي: مليار دولار تمويل تنموي ل 36 مشروعا في الرقمنة وريادة الأعمال. قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن المحفظة الجارية للتعاون النمائي تضمن 36 مشروعا وبرنامجا في مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تدعم تلك المشروعات والبرامج 12 هدفا من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي قدر مليار دولار، يمثل 4% تقريبا من إجمالي محفظة التمويل النمائي. مصلحة الجمارك تخاطر التجار بإحالة البضائع غير المفرج عنها. قال الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أنه تلقى خطابا من مصلحة الجمارك بإحالة البضائع التي وصلت للموانئ المصرية حتى 31 مارس 2023 ولم يتم الإفراج عنها إلا للمهمل واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وذلك بعد وجود بعض البضائع المواني دون أن يتخذ أصحابها إجراءات الإفراج عنها. فاصل ونرجع لحضراتكم من جديد. رجعنا تاني ومكملين معاكم حلقتنا مع ضيفنا الأستاذ أحمد السيسي، مدير القطاع التجاري بشركة جي سي إم. منورنا في القرار. يا أهلا بحضرتك كل إيه؟ السادة المشاهدين. عايزين في البداية نعرف بداية الشركة. طيب خلينا نتكلم، احنا شركة جي سي إم ديفلوبمنت، احنا شركة موجودة في السوق العقاري من 2012. بقالكم كام سنة؟ بقالنا حوالي 12 سنة في السوق العقاري. بدأنا في المملكة العربية السعودية كمستثمرين. في خلال فتره قليله جدا عرفنا ان احنا ناخد اكتر عدد من المناقصات مع شركات كبيره جدا. اشتغلنا مع بيج نيمز الموجوده في السوق السعودي في مجال المقاولات العامه طبعا والتجاره. اشتغلنا مع مجموعه الرجحي، اشتغلنا مع مجموعه الوطنيه، اشتغلنا مع اسماء كبيره جدا. ده تاريخ الشركه. طبعا اشتغلنا مع اسماء كبيره جدا، والحمد لله خلال فتره قليله عرفنا ان احنا نكون نجاحات قويه جدا. وبعدها اتجهنا للسوق العقاري المصري في 2018 وفتحنا الفرع الثاني لشركتنا جي سي ام ايجيبت اللي هي حاليا موجوده، وحاليا احنا بنتكلم على اول مشروع لينا موجود في السوق العقاري وهو مول اي كير 515. في البدايه كده عايزين نكلم حضرتك اهميه القطاع التجاري والاداري والطبي في الاستثمار العقاري. طيب خليني اقول لحضرتك ان ده سؤال مهم جدا، سواء للمستثمر او للدوله.
كمستثمر دايما في السوق العقاري خصوصا في القطاع التجاري دايما اللي بيهمه ان هو يكون يعمل عائد كبير جدا على حجم المال اللي مستثمره خلال فتره زمنيه معينه. تمام. وفي القطاع التجاري خصوصا ده بيكون افضل حاجه لاي مستثمر لان هو بيحقق عائد كبير جدا خلال فتره زمنيه قليله. خلينا نقول برضو ان كلمه قطاع تجاري مش منحصره فقط على محلات تجاريه، لكن احنا بنتكلم ان القطاع التجاري عباره عن قطعة أرض ممكن أبني عليها مول تجاري يطلع منها محلات تجارية، يطلع منها محلات ومكاتب وعيادات، وممكن أطلع منها طبعا وشركات مقرات إدارية كبيرة جدا ومخازن ووحدات جراج. فقطاع تجاري كلمة كبيرة جدا ملهاش حصر، فده طبعا بيساهم ان هو بيحقق عائد ومكسب كبير جدا لأي مستثمر. ده بالنسبة للمستثمر ولا للدولة؟ للمستثمر طبعا. المستثمر بيقدر يحقق عائد كبير جدا في الاستثمار في القطاع التجاري. اما بالنسبه للدوله طبعا فالدوله كل ما بتطرح قطع اراضي جديده في اماكن عمرانيه جديده ده بيساهم ان هو بيحقق عائد للدوله، لان مستثمر عقاري او مطور عقاري بيدخل يشتري قطع الاراضي دي بيطورها وبالتالي بيبني عليها مولات تجاريه، فالدوله بتستفيد ان هي بتحقق عائد من وراء طرح قطع الاراضي، والمستثمر بيدخل بيستفيد بالظبط بيبني قطع الاراضي ويطورها ويبني عليها محلات تجاريه ومكاتب وعيادات، وده طبعا بيساهم ان هو بيخلق شريان حياه في اي ديستنيشن او اي منطقه جديده فيها سكن، لان القطاع التجاري هو اللي بيخدم على اي اريا سكنيه موجوده او اي منطقه سكنيه موجوده في اي اتجاه او في اي مدينه. ولو لاحظنا طبعا هنلاقي ان حاليا اغلب المطورين العقاريين بيبني كومباوند سكني او منطقه سكنيه لازم يبني عليها كوميرشال هاب او مجمع تجاري بيخدم على المنطقه السكنيه بالكامل. فدايما بيقول القطاع التجاري هو شريان الحياه في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري. هل السوق العقاري سوق واعد للاستثمار؟ طبعا السوق العقاري يعتبر من اقوى الاسواق الموجوده في الدول كلها، خصوصا قطاع الاستثمار العقاري وخصوصا القطاع التجاري. شاهد على كلامي ان خليني اقول لحضرتك ان اغلب رجال الاعمال الكبار طبعا اغلب رجال الاعمال الكبار دايما هتلاقي ليه نشاط استثمار وتطوير عقاري. وهتلاقي دايما ان حاليا طبعا يعني اللي ساهم في كده كمان توجه الدوله حاليا ان هي بتساعد وبتنمي المدن الجديده والتطوير العقاري في اكتر من مكان بالظبط. عشان كده هنلاقي ان في طلب على السوق العقاري المصري بنسبه كبيره جدا، ده غير ان احنا كمان احنا كطبيعتنا شعب مصري احنا محبين للعقار، يعني احنا شعب يهوى شراء العقار. ايوه ضمان ده طبعا بالظبط بالظبط، يعني دايما يقول لك انا محتاج اشتري شقه، انا محتاج اشتري قطعه ارض، فاحنا شعب غاوي وبيشتري العقار بكميه كبيره جدا، وده اللي على قيمه الطلب على السوق العقاري المصري. زياده على كده كمان هنلاقي ان اغلب الدول بدات توجه استثمارها للقطاع العقاري المصري. السعوديه بدات تحط استثمارات في العقار المصري بنسبه كبيره جدا. هنلاقي ان في حاليا مدن طرحه جديده، وده بيدل على توجه الدولة في الاستثمار والتنمية في القطاع العقاري. ظهر عندنا زي حاليا العاصمة الإدارية، في حاليا عندنا مدينة الجلالة، في حاليا عندنا مدينة العالمين، وطبعا يعتبر الصفقة العقارية الأكبر أو الاستثمار العقاري الأكبر في مدينة رأس الحكمة الجديدة، واللي هي تعتبر استثمار إماراتي في السوق العقاري قوي جدا قوي جدا. فده أكبر دليل على أن السوق العقاري المصري فيه عليه طلب. حضرتك كخبرة أفضل استثمار سكني ولا إداري ولا تجاري؟ خليني أقول لحضرتك إن اللي بيدور على استثمار سكني هو عارف هو عايز إيه، النيد بتاعته إن أنا محتاج شقة سكنية ليا أو لأولادي، فده مش بيدور على استثمار، لكن ده بيدور على حاجة معانا فيديو بيتعرض ده بيدور على حاجة يستخدمها خاصة بيه هو. إنما لو بيدور على استثمار بمعنى كلمة لا، فالقطاع العقاري التجاري هو أفضل استثمار موجود لي، بمعنى ان العائد اللي بيحققه لو استثمر في وحده تجاريه سواء كان محل او مكتب او عياده بيجيب له دخل او عائد اكبر بكتير جدا من القطاع السكني. قيمه العائد على راس المال او قيمه بنسميها الار او اي او العائد على استثمار في القطاع التجاري اعلى بكتير جدا. انا لو عندي محل باجره هيجيب لي عائد اكبر بكتير جدا من الشقه السكنيه. لو عندي عياده او عندي مكتب اداري في مكان قوي جدا في برايم لوكيشن، أنا كده عملت معادلة ممتازة، سواء إن أنا ممكن أشغلها، سواء إن أنا ممكن أعمل لها إيجار أو أعمل لها إعادة بيع خلال فترة زمنية معينة وأكسب فيها كويس جدا. فبالتالي لا، القطاع التجاري أعلى بكتير جدا من القطاع السكني. ما هي شركة جي سي إم وعملها في السوق؟ سابت أعملها؟ خليني أقول لحضرتك إن إحنا زي ما قلت لك إحنا موجودين في السوق العقاري في السعودية من فترة كبيرة جدا، وسابت أعمالنا خارج مصر قوية جدا.
ولما دخلنا السوق العقاري المصري في 2018 بدانا ان احنا نشتغل على القطاع التجاري، لان احنا عملنا دراسه على السوق واكتشفنا ان السوق العقاري المصري في طلب كبير جدا على القطاع التجاري. في فرق بينه وبين السعوديه؟ كده كده العقار في اي مدينه عليه طلب وبيختلف من مكان بيختلف طبعا، وكده كده العقار بيكسب. لكن السوق المصري بالذات لما عملنا دراسه وسيرفي عليه اكتشفنا ان الطلب الاكبر على المحلات التجاريه وعلى العيادات والمكاتب، وعشان كده تخصصنا في القطاع ده، واختيارنا لقطع الاراضي اللي احنا شغالين عليها وخصوصا في القطاع التجاري كان بعنايه شديده جدا. اخترنا قطعه الارض اللي موجوده في التجمع الخامس اللي هي حاليا عليها المشروع بتاعنا القائم، وهو مشروع IK515 لاكثر من سبب. قطعة الأرض مميزة جدا، التقسيمة بتاعة الأرض حيوية جدا، نسبة الترافيك والكثافة السكانية اللي موجودة في الأريا نفسها قوية جدا، وده أهم عامل. ده IKR515 ده اسم المول بتاعنا أو اسم المشروع. اسمه كبير قوي ليه؟ طب خلينا نشرح الاسم. IKR هو اسم مول، 515 أنا بتكلم على وصف الديستنيشن بتاعي. التجمع الخامس، الحي الأول، المجاورة الخامسة. ده عن شارع 90 ده؟ احنا يعتبر بالظبط 3 دقايق من شارع 90 جنوبي وخمس دقايق من الطريق الدائري، وأقل من 150 متر. لو أنا عايزة أخد تجاري أو إداري فهو مكان مميز إن أنا أستثمر فيه. طبعا جدا، لأن أنا موجود في منطقة عايشة من أكتر من 20 سنة، وقطع الأراضي التجارية المطروحة في الحي ده قليلة جدا، فده عامل ندرة، وعامل ندرة دايما هو اللي بيغلي قيمة العقار. نرجع لتسمية المول، أنا عايزة أعرف ليه سميتوه فايف، اسمه IKR 515. ليه بقى؟ هو اسم المول تمام، وواضح من اسم حتى ان احنا مترجتين اكتر الفئه الخاصه بالميديكال. ال 515 طبي مظبوط. احنا مول ميكس ديوز، تجاري واداري وطبي. طبعا 515 هو وصف للديستنيشن او وجهه المول، بمعنى ان انا موجود في الحي الخامس، في التجمع الخامس، في الحي الاول، في المجاوره الخامسه. أو أنت ملخصين العنوان في اسم المول بالظبط، والعنوان بتاعه ده حلو جدا. فبالطبع طبعا أي مستثمر موجود سواء كان مقر إداري بيقدر أنه يكتب الديستنيشن بتاعه وصف اللوكيشن بتاعه، أنا موجود في مول 515. بالنسبة للمحلات التجارية موجودة في التجمع الخامس، فطبعا هو معروف أنه في التجمع الخامس في الحي الأول في المجاورة الخامسة. زي ما قلت حضرتك العوامل القوة عندي في المول كتيرة جدا. أول حاجة نسبة الترافيك، أن أنا قطعة أرض موجودة في وسط حي سكني في كثافة سكانية عالية جدا، وده كان سبب اختيارنا في قطاع تجاري بالنسبة لقطعة الأرض دي بالذات في مشروع IKR. تاني حاجة إن أنا عندي التقسيمة نفسها، المحلات عندي كلها واجهة في المول، فبالتالي أنا عندي كل نشاط واخد حقه كويس جدا، سواء كان محلات تجارية، سواء كان عيادات، سواء كان مكاتب إدارية. عندي الدور الأرضي كله كوميرشال تجاري، وعندي الدور الأول والتاني والتالت ده ميكس ما بين عيادات ومكاتب إدارية. يعني الاستثمار الطبي برضو زي التجاري بيكون أفضل؟ طبعا الاستثمار التجاري حلو جدا، الاستثمار الطبي حلو جدا. التجاري عندي عدد محلات مش كتير، وأنا في موجود في منطقة قوية جدا عليها طلب ممتاز جدا على المحلات التجارية، وفريق العمل لما اشتغلنا على المنطقة دي اكتشفنا إن هي مفيش فيها متر واحد مش متأجر أو متباع، فده معناه إن في طلب عالي جدا على النشاط التجاري. طيب بالنسبة للنشاط الطبي، مين اللي بيشتري عندي في المول؟ الحقيقه ان احنا قطعه الارض اللي خدمنا فيها ان هي موجوده جنب اكتر من مستشفى، موجود جنب مستشفى نور العالم، موجود جنب مستشفى السلام الدولي، قريب جدا من مستشفيات تانية كتيره جدا. فانا اغلب الدكاتره اللي موجودين معايا في المول عارفين كويس قوي اهميه اللوكيشن بتاع IKR 515 بالنسبه للنشاط بتاعه. دلوقتي العميل ممكن يتخوف من المطور العقاري اللي هو ممكن يستثمر عنده، انتوا بتطمنوا العميل ازاي؟ ده سؤال حلو جدا حضرتك. احنا سياستنا ان احنا بنطمن العميل قبل ما نخوفه، ما فيش عندنا مبدا الخوف ده تماما. احنا الشركه عندنا خدت قطعه الارض، دفعت ثمنها بالكامل، ده اول حاجه تطمن اي عميل ان الارض ما فيش عليها اي اقساط، مدفوعه تمن بالكامل، التراخيص بالكامل خلصانه، ده برضو تاني نقطه تطمن اي عميل. تالت نقطه ان احنا فتحنا بيع بعد ما وصلنا نسبه انشاءات تعدي 80%، فبالتالي العميل دايما بيبقى خايف ان المطور يتعثر او ان هو ما يكملش المشروع او ان هو يتاخر عليه في التسليم. فانا عالجت كل النقط دي قبل ما اطرح بيع في المول. العميل حاليا بيجي بيدخل جوه وحدته، يقدر ان هو يقف ويعاين المحل بتاعه او عيادته او مكتبه بمنتهى السهوله، ويقدر يشوف كل حاجه على ارض الواقع ويختار وحدته ويشاور عليها ويكتب العقد بتاعه. نيجي لنقطه العقد، العقد بتاعه يعتبر من اسهل العقود اللي موجوده في القطاع التجاري في التجمع الخامس او في مجال الاستثمار العقاري بصفه عامه. العقد بتاعه عباره عن سبع ورقات
مش ما فيهوش حاجه تخوف، ما فيهوش حاجه كبيره، بالعكس هي كلها ضمانات للعميل ولينا احنا كمطور عقاري. كلمنا عن المساحات والاسعار. نتكلم على المساحات والاسعار. عندي الاسعار ومساحات في الجزء التجاري، عندي مساحات بتبدا من 48 متر، وسعر المتر عندي بيبدا من 150,000 في الجزء التجاري، وده طبعا سعر مش موجود في التجمع الخامس بالكامل. فانا بالتالي حققت نقطه مش موجوده عند كل المنافسين اللي موجودين ليا في السوق. ولما جينا نسعر الجزء الطبي والجزء الاداري برضو حطينا في الاهتمام قوي ان انا براعي ان انا بجذب المستثمرين في القطاع التجاري العقاري. عملنا سعر متر في الجزء الاداري والطبي بيبدا من 81,000 جنيه، ومساحات بتبدا من 53 متر. فبالتالي انا محقق له مساحات كويسه جدا، محقق له كل اللي هو محتاجه في الاسعار، وعامل له خطط دفع مناسبه ليه جدا تناسب كل احتياجاته، خصوصا ان انا هسلم بعد سنه. فاي مستثمر في مجال التجاري العقاري بيحتاج ان هو يشوف المول بتاعه قدام عينه ويستلم قريب، ويقدر ان هو يشغل او ياجر او يعمل اعاده بيع ويكسب ويحقق عائد مادي طبعا محترم جدا. ليه اي كير فرصه استثماريه واعده؟ لاكثر من سبب. اول حاجه انا الاستلام بتاعي قريب جدا، السنه الجايه هكون مسلم. فبالتالي ده نقطه مهمه جدا لاي حد بيدور على ان هو يحصل على عائد على الاستثمار او ROI سريع جدا. فانا السنه الجايه هيكون دافع جزء من ثمن الوحده، مش ثمن الوحده بالكامل، وفي نفس الوقت هيحقق من وراها عائد تجاري. فانا كده بعمل حاجه اسمها دبل انفستمنت او استثمار مضاعف، ان انا عملت ان انا دفعت جزء من الوحده مش ثمن الوحده بالكامل، وحققت من وراها عائد تجاري، وفي نفس الوقت قيمه الاصل او الاسيت نفسه بتزيد. فانا عندي مكسبين، حاجه بتجيب لي عائد مستمر وقيمة الأصل نفسه بتزيد، وده يعتبر أفضل عائد على استثمار في مجال القطاع التجاري. أشكرك جدا، أكيد لنا لقاءات تانية، نورنا المرة الجاية إن شاء الله. متشكرة. بشكر ضيفي الأستاذ أحمد السيسي مدير القطاع التجاري بشركة جي سي إم. نلقاكم بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم تاني ومعانا شركة اسم على مسمى. برحب بضيفي الأستاذ شريف المليكي مدير مبيعات شركة ثقة العقارية. أهلا بك، منورني في القناة. أهلا وسهلا، فرصة سعيدة جدا أن أكون موجود معاكم في شاشة النهار النهاردة. أهلا بك. كلمنا عن شركة ثقة العقارية، نبذة عنها. يمكن شركة ثقة العقارية إحدى شركات الوساطة العقارية ما بين العميل وأقوى الفرص، وسيط عقاري بالضبط، وأقوى الفرص لأفضل المطورين في منطقة غرب القاهرة هنا. يمكن باقة ثقة سيلكتيف اللي قادرين بنقدم بيها للعميل باقة مختارة لأفضل الفرص اللي موجودة في الماركت. يمكن عن طريق انتقاء واختيار جيد جدا للفرص اللي نقدر نعرضها على العميل يعظم بيها العائد على الاستثمار بتاعه في العقار. ازاي اكسب من الاستثمار العقاري؟ يمكن ان احنا ناخد القرار عن ثقة، اخد قرار صح، سيان النهارده العقار ده سكني او ساحلي او تجاري، ان انا اختار صح، اختار المنطقه صح وفق رؤيه جيده جدا لمستقبل المدن اللي بيتطور النهارده بشكل سريع، اختار المطور صح وده وفق لمعرفه جيده جدا بالسوق وحجم كل مطور ومدى التزامه بالوفاء بالتزامه مع الجهاز ومع العميل، اختار كمان برايم لوكيشن جوه المنطقه دي، مش اي موقع وخلاص، قادر اعظم بيه عائد الربح بتاعي من الاستثمار في العقار. هل الاستثمار العقاري فيه مخاطره؟ في مخاطره حقيقي لو احنا ما عملناش كل ده وكان الدافع عندي للشراء سعره بس. يمكن الكلام ده دايما بنقوله للعميل بتاعي ان انا عمر ما كان السعر هو العامل الوحيد اللي متوقف عليه قرار الشراء، لا، يمكن السعر دايما لازم يبقى قصاده فاليو يحس بيها العميل، وده بنشوف حرص شركات كتيره جدا واسامي كبيره جدا انها توفر خدمات اكتر للعميل. واداره قويه للمشاريع فيما بعد يقدر يوفر افضل الفرص للعملاء بتاعنا، وده اللي بيخليني عن طريق السيركل دي بقدر احدد النيد بتاع العميل كويس قوي، هو محتاج ايه بالظبط. وكمان مع اقوى خبراء ومستشاري البيع عندنا في منطقه غرب القاهره
بيقعدوا معاه يفهموه الباقه المختاره من الفرص وفي المشروعات. انت ممكن ترشح للعميل الاماكن اللي ممكن يستثمر طبعا فيها؟ انا شغلي كبروكر قادر ان انا اشتغل على سكيل اوسع من المطور شويه، قادر اعرض كل المشروعات. عندك مشروعات كتير ففي بالتالي فرص اكتر. بالظبط، لكن احنا الكونسبت بتاعنا ثقه سيلكتيف قائم على الفرص بعينها اللي موجوده في الماركت عن مثيلتها. يعني بيبقى في فرص عندي قادر اعظم بيها الربح بتاعي حسب الفيو، حسب ميعاد الاستلام، حسب البرايس بتاع المنتج اللي انا بشتريه، كل ده بيفرق. كلمنا عن توسعات الشيخ زايد وافضل الفرص الاستثماريه الموجوده في الشيخ زايد. يمكن مدينه الشيخ زايد مدينه جميله جدا من مدن الجيل الثاني، يمكن احنا بنقول خلاص على مشارف 30 سنه زايد، بقى في تشبع كبير جدا في المدينه. ده اللي خلى الدولة الفترة اللي فاتت يمكن في سنة 2017 كان في قرار جمهوري بضم منطقة التوسعات اللي موجودة في منطقة الثروة الخضراء والتوسع الغربي للمدينة، ده حوالي 2500 فدان تقريبا، فزادت ودخلت في حوزة كردون المباني للمدينة. ويمكن عارفين احنا مدينة الشيخ زايد مدينة من مدن الجيل الثاني اللي بتمتاز ب 40% مساحات خضراء، ده ذات حرص جهاز الشيخ زايد على ان انا في المخطط الجديد لمنطقه التوسعات دي يكون عندي مساحات خضراء كبيره جدا وخدمات اكتر من المباني في التوسعات دي. في فرق بين الشيخ زايد القديمه والشيخ زايد الجديده؟ الشيخ زايد القديمه يمكن احنا عارفينها بشكلها الطبيعي، ست مداخل مدخلين على محور 26 يوليو واربع مداخل على طريق وصل الدهشور، طريق الملايين زي ما شايفين حجم الاستثمارات الكبير جدا في طريق وصل الدهشور. بقى عندي كمان التوسع الجديد اللي احنا بنتكلم عليه 2500 فدان بادئ من عند رويال سيتي في مدخل زايد واحد لحد طريق مصر القاهره اسكندريه الصحراوي، وممتد لحد نادي النادي الاهلي فوق عند الشيخ زايد الربا. كل ده توسع حوالي 2500 متر. التوسعات الغربية اللي موجودة كمان على محور الضبعة والدائري الأوسطي بنشوف فيها كمان مشروعات كبيرة جدا لأكبر المطورين اللي موجودين في السوق النهاردة موجودة في المنطقة دي. نصيحة حضرتك للمشتري اللي عايز يستثمر في الشيخ زايد لو بيسمعك دلوقتي تقول له إيه؟ والله يمكن الشيخ زايد الفترة اللي فاتت دي يمكن ما بقتش محصورة على الدخول والخروج منها المحور 26 يوليو زي زمان، بقى في نقلة نوعية في المدينة في المرافق وفي الخدمات، بقى في مشروعات قومية زي المونوريل والقطر السريع ال ار تي، بنشوف محاور كتير جدا زي محور الضبعة، محور رود الفرج. مين كان يصدق ان انا اقدر النهارده في خلال اقل من نص ساعة اوصل من الشيخ زايد لوسط البلد والمصر الجديدة عن طريق الموضوع. محور رود الفرج. اهتمام الدولة كمان بمنطقة غرب القاهرة بنشوفه في تشغيل مطار سفنكس اللي ابتدى يخدم على المعالم السياحية في المنطقة الأهرامات والمتحف المصري. بقى في حرص كمان من جهاز الشيخ زايد لربط المدينة بالطريق الصحراوي عن طريق مدخل جديد للمدينة، مدخل زايد 7. كل ده عمل حرص كبير جدا من المستثمرين والناس اللي دايما بتدور على الفخامه. زايد مدينه اثريه جدا بالجيتد كوميونيتيز، التجمعات السكنيه المقفوله الراقيه جدا، وده اللي بنلاقيه في توسعات الشيخ زايد الجديده. قادر اوفر كل التايبس اوف يونتس عندي من اول الاستوديو والمساحات الصغيره اللي بيحتاجها العميل لحد الستاند الون فيلا، موجود بانظمه سداد بدايه من 5% وفترات سداد طويله جدا. اختلاف المساحات والاسعار طبعا. اكيد طبعا عندي تنوع كبير جدا في المساحات اللي بتبتدي من مساحات صغيره استوديو واحد، المساحات الصغيره اللي بقى عليها احتياج كبير جدا من العملاء، ثم بقيت الاشكال من الوحدات السكنيه لحد الستاند الون فيلا. بشوف عندي النهارده حاجات موجوده في الشيخ زايد فرص اقدر اقتنيها بمقدمات بتبتدي من 5% فقط لا غير. زايد زي ما قلنا مدينه اتشبعت جدا، اصبح الفرص السكنيه فيها ضئيله جدا، ما بقاش في فترات سداد طويله جوه. فالتوسع بتاع الشيخ زايد دوت قادرين ان احنا نوفر مشروعات زي ما قلنا بفترات سداد طويله بتوصل لسبع سنين وثمان سنين. وكمان عندي مشروعات يمكن بنتميز فيها في ثقه ريدي، دي مشروعات ريدي تو موف تقدر تسكن فيها مباشره بعد الشراء لانها جاهزه للتسليم. اتكلمنا عن خدمه سلتيف.
خدمة سيلكتيف هي باقة مختارة من أفضل الفرص اللي موجودة هنا في غرب القاهرة لأقوى المطورين. زي ما قلنا يمكن إحنا في ثقة مش شغالين على كل المشروعات، لا إحنا بننتقي وبنختار كويس جدا الفرص اللي بنعظم بيها العائد على الاستثمار، وقادر إن أنا أحافظ على تنوع المحفظة الاستثمارية بتاعتي للعميل. فهي أفضل الفرص اللي بيقدر خبراء ومستشارين البيع يعرضوها على العميل ويعملوا مقارنة ما بينها، بحيث إن العميل يختار ما بينهم وينتقي أفضل فرصة تقدر تحافظ على مدخراته واستثماره في العقار. المخاطرة كم في المية لو أنا هستثمر في العقار؟ يمكن عكس كل ده لو احنا ما اخترناش صح بيبقى عندي مخاطرة كبيرة جدا. يمكن النهاردة إن أنا أختار صح قادر أوظف العقار ده في ان هو يجيب لي عائد اقدر اعمل ريسيل بعد كده واستفيد واعظم المدخرات بتاعتي دي. لو ما اخترتش صح من الاول بيبقى في مخاطره كبيره جدا، والمخاطره في ان انا بشتري وخلاص او بشتري لدافع سعر متر منخفض وهكذا. لكن انا النهارده لازم زي ما قلت في فاليو لازم يحس بيها العميل في خدمات، في اداره قويه للمشروع. النهاردة قادر في مشروع ان انا الاقي مشروع كامل الخدمات بالنادي بالماركت باللاندري بكل المساحات الخضراء اللي محتاجها العميل. برضو في المشروعات التجارية قادر الاقي مطور عن مطور، في مطور قادر يوفر شركة ادارة للمشروع ده تحافظ على ان انا استفيد باكبر عائد من ايجار الوحدة بتاعتي دي. نفس القصة بالنسبة للساحل، لو مفيش خدمات كتير موفرة المطور في المكان مش هقدر اعيد تأجير الوحدة بتاعتي واستفيد واعظم الربح بتاعي. فمخاطرة لو جالك عميل متردد مثلا مش عايز يدفع فلوسه في العقارات، فانت ممكن تقنعه ازاي ان هو يشتري من عندك؟ والله يمكن الفترة اللي فاتت والسنة اللي فاتت حصل كذا موجة تضخمية في الاسعار استفاد بيها كل العملاء. في عملاء النهاردة كانوا شارين بسعر والسعر يمكن اتضاعف مره واثنين وثلاثه خلال الموجات التضخميه الفتره اللي فاتت دي اللي حصلت في الاسعار. العقار على مدار الزمن يعني استثمار امن جدا للمدخرات بتاعت العميل، قادر كمان بسبب تغير الاسعار السريع يخرج من العقار، ما بقاش زي زمان قادر يعمل ريسيل للوحده بتاعته ويكبر. فما بقاش زي زمان ان انا حامل هم الرسيل، لا عن طريق الشركه يقدر يرجع لنا، بنقدر نعمل رسيل تاني للوحده، نقدر نوجه راس المال ده في حاجات تانيه بانظمه سداد اكثر اريحيه للعميل. قادرين ننوع ده في ثقه سيلكتيف وفي المشروعات المتاحه. اكيد العميل هياخد قرار كويس وقرار صائب لو لقى الفرص متاحه قصاده، لقى الار او اي بتاعت المشروعات دي كويسه جدا، قادر ان هو يعظم ربحه من شراء العقار ده واقتناء الفرصه دي. شايف انهي مناطق دلوقتي واعده للاستثمار تنصح بيها المستثمر او المشتري؟ يمكن مدن الجيل الرابع دلوقتي، وكل المدن يمكن حصلت نقله نوعيه في الطرق والمحاور زي ما قلت لك خدمت على زي ايه مدن الجيل الرابع؟ يمكن بنشوف النهارده مدينه العلمين، بنشوف جنبنا في غرب القاهره مدينه سفنكس، دي مدن الجيل الرابع. حرص الدوله كمان لربط المدن القائمه زي مدينه الشيخ زايد بالمدن دي وبالطرق دي. المدن دي سعر فيها سيان في طرح او بدايه طرح المشروعات كان اقل بكتير من سعر النهارده الوحده في السبرت الموجوده في الستريت لوكيشن. فالنهارده قادر احافظ على فلوسي بان انا اختار صح واختار المكان اللي الثمن فيه بيعلى، الثمن راجع طبعا لدراسات السوق، المنطقه اللي فيها عائد كبير جدا على الاستثمار بمعدل طلبات عاليه قادرين ندرسها. احنا شفنا حجم الطلب النهارده على السوق العقارات المصري سيان في البيع او الايجار كبير جدا، خاصه بعد الجاليه السودانيه لما ابتدت تخش والاشقاء، فبقى في حجم كبير جدا على الايجار وبيع العقارات. ايه الفرق في الاستثمار بين المدن القديمه ومدن الجيل الرابع؟ يمكن مدن الجيل الرابع او المدن الجديده قادرين نوفر فيها مع المطور فترات سداد وخطط سداد تناسب العميل اكتر. يمكن النهارده قادرين بمقدمات تبتدي من 5 و10% وفترات سداد بتوصل لحد 7 سنين و8 سنين، وده اللي بقى محتاجه العميل اكتر النهارده هي عن المدن القديمه. المدن القديمه كمان هو هيستلم فورا، فبيلاقي ان هو بيدفع داون بيمنت كبير جدا وفتره السداد بتكون قليله جدا، فبيلاقي حجم الالتزام الشهري عليه كبير جدا.
لكن في المدن الجديدة قادر خطط سداد في مشروعات انها تكون سلسة جدا بمقدمات بسيطة جدا، زي ما قلت لك بتبدا من 5% او 10%، فترات سداد بتوصل لحد 7 سنين و8 سنين، ده بيخلق قيمة القسط والالتزام الشهري على العميل مش كبير. ايه الفرق بين شركات البروكر والمطور؟ اشتري من انهي؟ يمكن شركات المطور بيبقى السكيل بتاعها اضيق شويه، المطور مختص بمشروعه وبالطرح بتاعه والوحدات بتاعه والمشروع بتاع المطور بالظبط، انما البروكر في شركات قادر كتير. يشتغل على سكيل اوسع، قادر يعمل مقارنه ما بين مطور واثنين وثلاثه، قادر النهارده يعمل مقارنه ما بين منطقه واثنين وثلاثه، قادر يختار ما بين الموقع والتين وثلاثه، لكن في شركات المطور مش قادر يعمل ده، هو ملزم بالستوك والافيلابيليتي اللي موجوده في المشروع بتاعه، لكن بالنسبة للبروكر شغال على سكيل أوسع طبعا بما يخدم العميل بشكل أفضل. يعني الفرق بين الاستثمار السياحي والاستثمار في المدن الجديدة؟ الاستثمار السياحي ممتاز جدا، في حرص النهاردة من الدولة على جذب عدد كبير جدا من السياح، يمكن في الخطة حوالي 30 مليون سائح، ابتدينا نشوف كمان زي ما قلت لحضرتك حرص الدولة على إقامة المشروعات والمدن السياحية الكبيرة، ما بقاش عندي المشروعات الساحلية بأنها تشتغل في فترة الصيف فقط لا غير، بقى في مشروعات قائمة على مدار السنة تقدر تحقق فيها عائد من الإيجار كويس جدا في المشروعات دي. يمكن الاستثمار السياحي النهاردة قادرين نوجه العميل لبعض المشروعات اللي بيبقى فيها غرف فندقية بمساحات في مواقع ممتازة جدا في أماكن ثرية جدا في غرب القاهرة هنا في الشيخ زايد وأكتوبر. دخول المستثمر الأجنبي السوق العقارات أثر عليه؟ بالعكس خلاه ثري جدا، حرص الدولة على تطوير المنطقة هنا وكمان ضخ استثمارات كبيرة جدا، وحرص الجهاز كمان على توفيق أوضاع الملاك الأراضي في المنطقة دي خلى الدولة النهاردة في صورة الشيخ زايد تقدر تعمل يعني زي ما بيقولوا تسهيلات كبيرة جدا لملاك الأراضي لإعادة توفيق أوضاع أراضيهم وفقا للمخطط بتاع المدينة. شايف ان الاستثمار في المدينة الجديدة ولا المدن القديمة؟ المدن الجديدة بيضمن فيها اعلى سعر، بيضمن فيها افضل جودة للخدمات والمرافق، النهاردة مدن الجيل الرابع كلها مدن ذكية، حركة المرور والسيولة المرورية فيها غير المدن القديمة من المدن القديمة بالظبط. يعني انت ممكن تنصح مستثمر ان هو مثلا يستثمر في مدينة نصر؟ ولا ده صعب؟ صعب النهارده، الناس بتخرج من مدينه نصر وبتظهر بتتجه للمناطق الجديده زي التجمع والعاصمه الاداريه الجديده، زي ما قلت لك حركه المحاور دي خلت النهارده قادر ان انا اتحرك من وسط البلد من مدينه نصر من مصر الجديده، بقى عندي سهوله جدا ان اوصل لشرق القاهره او غرب القاهره في وقت قليل جدا، ما بقاش زي زمان. يمكن زمان الشيخ زايد عشان كنت ادخل الشيخ زايد ممكن اقعد ساعه او ساعه ونص على المحور فقط لا غير، ما فيش طريق تاني، لكن النهارده لا، كل الناس بتتجه للمدن الجديده، كل الناس بتتجه للفرص اللي تعظم فيها العائد على الاستثمار ده، وده اكيد مش بنلاقيه غير في المدن الجديده. بشكرك، المدن القديمه خلاص اتشبعت. بشكرك نورتني في القرار. بيشرفني أستاذ شريف المليجي مدير مبيعات شركة ثقة العقارية. استنونا بعد الفاصل. رجعنا تاني مكملين، وطبعا ختامه ومسك مع الاستاذ محمود الجمال مدير مبيعات شركه الاول العقاريه. اهلا بيك، منورني في القناه. اهلا بيك، ايه الاخبار؟ اخر مره اتكلمنا عن ميتنج بوينت مول، الاستثمار في التجاري والاداري بالزبط. عايزين دلوقتي نتكلم عن الاستثمار في المطاعم والكافيهات الموجوده في المول. بالظبط، احنا مشروعنا ميتنج بوينت مول زي ما قلنا المره اللي فاتت بيتقسم لاكثر من زون، اكثر من اريا، اكثر من شقه موجود. بالظبط، من ضمنهم الميتنج البوينت المنطقه المخصصه لمنطقه المطاعم والكافيهات دي كلها بتبص على الاريا بتاعه البلازا، اريا البلازا تقريبا فيها اللي هي الواجهه. بالظبط، احنا كمان عاملين فكره جديده ان كل المطاعم والكافيهات تبص على البلازا مباشره. مساحه البلازا بتاعتنا فوق ال1000 متر مربع، هيكون فيها اكتيفيتي كتير جدا. احنا بنستهدف الحمد لله براندات كبيره في المطاعم. حضرتك قلت لي ان في كمان سوق ذهب.
بالظبط. بعد منطقه الكافيهات والمطاعم اللي هي فيها مطاعم الحمد لله كتير وفيها منطقه كافيهات وفيها اريا كويسه جدا فيها مساحه كبيره جدا، استهدفنا كمان لمنطقه الجولد يارد او سوق الذهب. ده اول سوق ذهب هيبقى موجود معانا في زي ما قلنا المره اللي فاتت في منطقه الجيزه كلها بالكامل، خصوصا تحديدا في حدائق الاهرام، لان ده ماركت كويس جدا ومحتاج ان هو كله يتجمع تقريبا في اريا واحده عشان الاستثمار يتوجه نحو يعني. ده خلانا اللي احنا من خلال فكرة سوق الذهب دي اللي احنا نجمع اكبر عدد ممكن من المحلات اللي تبقى موجودة معانا جوه المول نفسه عشان نسهل على العملاء ان هم يبدأوا يختاروا ويبدأوا يدوروا كويس، يبدأوا يعملوا الشوبينج اللي هم عايزينه بأريحية كبيرة. بيوجهنا طبعا دايما الاستثمارات بقى نفسها، يعني الهدف من المول الاستثمار، فالاستثمار التجاري وفي سواء في المطاعم او في الكافيهات استثمار ناجح جدا في الفتره دي، خصوصا ان احنا في اريا كلها ترافيك يعني مميزات. بالظبط، الترافيك في الاريا بتاعت حدائق الاهرام زي ما قلنا المره اللي فاتت تقريبا فوق المليون نسمه ساكنين في حدائق الاهرام، فبالتالي هيبقى في اقبال كبير جدا وحجم ترافيك ووك ان على المول بشكل كويس جدا. ده خلانا اللي احنا نعمل منطقه البلازا بشكل كبير، خلانا اللي احنا نبدا ندور على براندات مطاعم وكافيهات بشكل كويس. ينقلني بقى للاريا بتاعت سوق الذهب اللي هي هتكون اول مكان مخصص للذهب موجود تقريبا في حدائق الاهرام. هيخليك انت كمستثمر بتدوري على حاجه تستثمري فيها فلوس او تحطي فيها فلوس، انا ليه ما اجرش محل ذهب مثلا او اشتري محل ذهب واعرضه للايجار. مش شرط نبقى مثلا انا شغالين في الذهب، بالظبط انا شغال في الذهب او انا تاجر ذهب وعندي محلات وسلسله محلات عشان اشتري المحل نفسه، لا انا ممكن مستثمر عادي اقدر اخش احط مقدم واقدر ادفع اقساط واقدر استفيد من المحل ده بايجار كويس جدا، العائد بتاعه هيبقى مضمون بنسبه 100% عفوا، لان خصوصا ان الاستهداف بتاعنا بيغطي شريحه كبيره جدا جدا من العملاء سواء الووك ان اللي هيدخلوا المول او الناس اللي بتفكر تستثمر بشكل كبير في الاستثمار العقاري. طبعا حضرتك زي ما اشرت كمان ان الاستثمار العقاري من الحاجات المهمه جدا دلوقتي واللي بتجيب عائد كويس جدا. بالظبط. خلينا نروح لحضرتك سؤال تاني، اهميه شركه الاداره والتشغيل في المول. شركة الإدارة دي واحدة من أهم العوامل اللي بتخلي المول ينجح، أي مشروع تجاري ينجح. ليه؟ لأن هي دي اللي بتساعدني إن أنا أأجر الوحدة بتاعتي، يعني لو إحنا أنا مستثمر بالظبط أنا بختار البراند اللي يجي يشتغل معايا في المول بتاعي عشان الإيمج بتاعت المول بشكل عام. الإدارة ليها شقين، ليها جزء من التشغيل وجزء من الصيانة كمان، صيانة المول والاهتمام بالمرفق نفسه بتاع المول نفسه بكل حجمه وكل أشكاله مهم جدا عشان الاستمرارية للمشروع. كمان الشركة الخاصة بالإدارة هي اللي بتساعدنا اللي احنا نقدر نختار بشكل كويس جدا، نقدر نستثمر في المكان بشكل كويس جدا، نقدر نأجر كمان الوحدة بتاعتنا بسهولة. احنا شركة الإدارة اللي احنا عاملينها للمول من الشركات القوية جدا اللي هي تبقى متابعة بشكل كبير موضوع الإيجار، موضوع الاستثمار، مين اللي ينفع يأجر معايا في البراند بتاعي، هقدر أساعد العميل اللي بيشتري عندي وحدة وما عندوش الوقت ان هو بنفسه اللي يأجر، لا انا ممكن أأجر لك الوحدة بتاعتك، ممكن تقدر تستثمرها عن طريقي. نفس الكلام شركة التشغيل دي هتساعدنا في البراندنج كمان القوي للمحلات اللي موجودة او الأسواق اللي موجودة المختلفة جوه المول نفسه. وده خلانا واحنا بنصمم المول كمان الحمد لله نقدر نختار المكان، يعني زي ما قلنا المره اللي فاتت المكان بتاعه كان احد اهم العوامل الرئيسيه لاختيارنا للمشروع نفسه. احنا بروجكت فيه ترافيك عالي، فيه اريا كويسه جدا، في منطقه تطوير اهرامات الدوله نفسها بتهتم بالاريا نفسها بشكل كبير. بالظبط، فده اللي خلانا اللي احنا يساعدنا اكتر في اختيارنا لتنظيم المول. يعني كمان كلمنا عن انواع الاستثمارات الموجوده
في المول كلها؟ الاستثمارات اللي موجودة في المول الحمد لله استثمارات كويسة بشكل كبير، لأن هي كمان متنوعة زي ما قلنا، اللي احنا عندنا استثمار طبي واستثمار إداري، أنا أقدر أجر عيادة أو أشتري عيادة، أقدر أشتري مكتب وأفتحه النشاط اللي أنا أحبه. كمان الجزء المخصص لمنطقة الهايبر ماركت، احنا عندنا هايبر ماركت في المول مخصصين له مساحة 2000 متر مربع، دي كبيرة. مساحه كبيره جدا بالظبط، بحيث ان هي تقدر تخدم الشريحه الكبيره اللي موجوده حوالين المول. وده من النقط القويه اللي احنا عاملينها كمان في المول، خصوصا كمان اللي احنا عاملين اريا كمان منفصله زي ما قلنا للجولد يارد، سوق الذهب والكافيهات والمطاعم، بخلاف طبعا المحلات الانشطه المختلفه اللي هتبقى كلها موجوده جنب الهايبر ماركت. فانت لو رايحه الهايبر ماركت هتشتري حاجات او حاجه، عندك الاماكن التانية المخصصه، محلات الملابس، المحلات المختلفه، الانشطه المختلفه بالفعل موجوده جنب الهايبر ماركت عشان سهوله الحركه بتاعتك كمان جوه المول. وده كله احنا بنغطيه بجراج مساحته تقريبا فوق ال 6000 متر عشان اقدر اخدم عدد كبير جدا من الووك ان اللي جايين على المول بتاعي، وما يكونش فيه كمان تكدس في الركنه او نلاقي صعوبه او كده. لا، انت رايحه تعملي شوبينج، رايحه تشتري ذهب، رايحه تقعدي في مطعم او في كافيه، محتاجه كل الامور تبقى متنظمه بشكل كويس، المكان شكله شيك. كمان الفكره بتاعت المطاعم والكافيهات ان هي كلها في اريا واحده بتبص على منطقه بلازا، متنظمه بشكل كويس جدا، هتخليكي وانت قاعده هناك قاعده مبسوطه. ده يرجع برضو للمستثمر اللي هو بيشتري معايا وحده تجاريه، سواء مطعم او هيفتح كافيه او هيعمل محل ذهب، ان هو يقدر يستفيد من الترافيك اللي موجود، وكمان من الكم اللي موجود الووك ان اللي هيبقى موجود معانا كمان ان شاء الله جوه المول الفتره اللي جايه. اتكلمنا اكتر عن منطقه المطاعم والكافيهات الموجوده في المول. منطقه المطاعم والكافيهات احنا مخصصين منطقه الحمد لله فيها اريا اسمها بلازا. منطقة البلازا دي أكتر من 1000 متر مربع. من أهم عوامل نجاح أي منطقة كافيهات ومطاعم إن المكان يبقى فيه جزء كبير منه أوت دور. إحنا عارفين إن الأوت دور والإندور بتاع المطاعم مهم، في ناس بتفضل تقعد إندور، في ناس بتفضل أوت دور. إحنا الأوت دور بتاعنا مميز جدا. كمان الأريا بتاعت البلازا معنا فيديو لمنطقة المطاعم بالظبط. كمان الاريا بتاعت البلازا الفيو بتاعها ممتاز جدا، كل المطاعم بتبص عليها، كل الكافيهات بتبص عليها، يخلي حضرتك كمستثمر وانت بتفكري تشتري معايا جوه ميتنج بوينت مول في منطقه المطاعم ان استثمارك هيبقى مضمون، عشان مجموعه العوامل بقى اللي احنا قلناها كلها، سواء لوكيشن، سواء البلازا، سواء شركه الاداره والتشغيل، كمان التسهيلات اللي احنا بنعملها الفتره دي. ايوه، عايزين نتكلم عن التسهيلات والسداد في شركه القوى العقاريه. بالتاكيد احنا بنهتم جدا بالنظام المالي اللي انا بقدمه للعميل، اللي انا بستهدف شريحه كبيره من العملاء تستثمر معايا جوه المول، فبالتالي عامل لهم مقدمات كويسه جدا. احنا بنقدم 10% مقدم من اول 10% مقدم، وتسهيلات بتوصل معاكي لحد ده بيشمل المطاعم والاداري والتجاري وكله. بالتاكيد انا بقدم التسهيلات الماليه دي لكل انواع الوحدات اللي موجوده عندي جوه المول. ليه؟ عشان اجذب استثمار اكبر، اسهل على العملاء اللي هي بتستثمر فلوسها وبتشتري مني ان هي تدفع بتسهيلات كويسه. ايه المميز في المول ان انا اجي استثمر في كافيه او مطعم؟ من الحاجات المميزه طبعا جوه المول عشان تستثمري في كافيه او مطعم، قولهم لي بقى، عدهم لي كده عشان المستثمر اللي بيسمعك. بدايه من اول منطقه البلازا وتنظيمها، بدايه من شركه الاداره والتشغيل اللي موجوده معانا. اللوكيشن طبعا من اهم العوامل نجاح المشروع ومنطقه المطاعم والكافيهات تحديدا. التكامل في المشروع، يعني احنا مش عاملين مشروع في كافيهات ومطاعم بس، انا مش عامل مشروع في محلات عاديه او هايبر ماركت بس، انا عامل مشروع متكامل. حضرتك وانت داخله المول او لو انت هتستثمري في المول، انت كل حاجه انت محتاجاها موجوده، من اول المطعم، الكافيه، سوق الذهب، العياده، الصيدليه، كل حاجه متاحه في المول. كل حاجه بالتاكيد متاحه جوه المول. التنظيم ده والشكل ده اللي احنا وصلنا له بعد طبعا دراسة كبيرة جدا للإريا وللتصميم اللي احنا نقدمه،
خلانا نختار ان منطقه البلازا تبقى هي في الانترنس بتاع المول، تبقى هي الواجهه او تبقى هي المدخل الخاص بالمول. يعني وانت داخله خلاص انت داخله منطقه كومفورت زون، يعني داخلين مكان مريح جدا اقدر ان انا اقعد فيه براحتي. ده بالنسبه للووك ان. بالنسبه للمستثمر كل ما يشوف ده كل ما هيكون العائد على الاستثمار بتاعه اكبر بكتير، لان هيبقى في حجم ترافيك اصلا موجود على المشروع بشكل كويس جدا. ده فيما يخص خلينا نتكلم على المساحات الموجوده. احنا عندنا مساحات متميزه وبوفر كل انواع المساحات. زي ما قلنا احنا عندنا مثلا في الهايبر ماركت عاملين هايبر ماركت على مساحه 2000 متر. المطاعم والكافيهات احنا بنبدا من مساحه 50 متر. مساحات ال 50 متر دي مساحات كويسه جدا، غير طبعا الاوت دور اللي هي بتبقى مع اليونت نفسها او مع الوحده نفسها، عشان اوفر للمستثمر مساحه اندور ومساحه اوت دور جوه المشروع. ايه النصيحه اللي بتقدمها للعميل اللي جاي يتعامل مع الاولى العقاريه؟ طبعا من اهم النصايح اللي انا بقدمها للعميل اللي بيتعامل معايا ان هو يسال عني ويشوف سابقه اعمالي زي ما قلنا قبل كده، وفي نفس 12 سنه في السوق العقاري. بالظبط، احنا الحمد لله اكتر من 12 سنه في السوق العقاري، اكتر من 5000 عميل مسلمينهم المشاريع بتاعتهم والوحدات بتاعتهم. دايما بنصح العملاء ان هي وهي بتاخد قرار ان هي تشتري وحده تحدد مع مستشار البيع اللي هو موجود معاها احنا بالظبط عايزين نستثمر في ايه. احنا عايزين نستثمر في تجاري، عايزين نستثمر في اداري، عايز استثمر حتى في وحده سكنيه. اختيارنا لنوع الاستثمار هو اللي بيحدد حاجات كتير جدا جدا من اللي احنا عايزينها او مهتمين بيها. بالتاكيد اهم المشاريع اللي قامت بها الشركه وكان عليها اقبال كبير. من اهم المشاريع بتاعتنا طبعا اللي موجوده وكان عليها اجبار كبير وهنتكلم عليها طبعا كتير، زايد هايتس، ودي حاجات متسلمه بالفعل. وداخلين طبعا في الزون الجديده بتاعتنا اللي هي جوه اكتوبر بارك. يعني اكتوبر بارك من الاماكن المميزه الجديده اللي احنا نازلين فيها بعدد من المشاريع فوق ال 50 مشروع الحمد لله، وفيهم برضو تسهيلات كويسه جدا في الدفع. من اهم المشاريع اللي احنا قدمناها للعملاء والناس بالفعل استلموا وسكنوا وحداتهم مشروعنا زايد جوه زايد هايتس اللي موجود في الشيخ زايد. دي من اهم مشاريعنا اللي احنا سلمناها الحمد لله الفتره الاخيره. اوصل ازاي لشركه الاولى العقاريه؟ احنا موجودين في الشيخ زايد، تقدري توصلي لنا عن طريق الجزيره بلازا، في الجزيره بلازا مول في الشيخ زايد. تقدري توصلي لنا عن طريق الهوت لاين بتاعنا اللي موجود معانا 15514. تقدري توصلي لنا عن طريق الويب سايت، احنا عندنا ويب سايت الاولى develop.com، تقدري توصلي لنا عن طريقه. تقدري توصلي لنا عن صفحه الفيسبوك، منصات التواصل الاجتماعي طبعا. احنا موجودين على كل منصات التواصل الاجتماعي، سهل جدا طريقه الوصول لينا الحمد لله. ازاي تطمن العميل اللي جاي يتعامل مع الاولى العقاريه لاول مره؟ بطمن العميل دايما اللي هو جاي يتعامل معايا لاول مره اللي انا موجود بقالي 12 سنه في السوق، انا مسلم عملاء كتير جدا، انا سابقه اعمالي اللي في السوق كبيره جدا. ده بيخليه يطمن اكتر وهو بيتعامل معايا. انا زي ما سلمت ونفذت وصممت قبل كده بسلم وبنفذ وبسلم تاني مشاريع اكتر بكتير. بخلاف ذلك احنا بنقدم مجموعه من المشاريع المتنوعه. انا ما بقدمش استثمار عقاري جوه شقق بس او مشاريع سكنيه فقط، لا، انا عندي استثمار عقاري مختلف. انا بنوع لحضرتك المحفظه بتاعتك الاستثماريه، ممكن نشتري وحده تجاريه، ممكن نشتري وحده اداريه، ممكن نشتري وحده طبيه، ممكن نشتري محل في الجولد يارد في سوق الذهب بتاعنا. انا عندي تنوع في الاستثمارات بتاعتي جوه المحفظه بتاعتنا الحمد لله بشكل كبير جدا، فبقدر اغطيها، فبقدر اغطي شريحه كبيره من العملاء اللي مهتمه بالاستثمار العقاري. تحب تنصح المستثمر اللي عايز يتعامل معاك بعد الحلقه دي تقول له ايه؟ طبعا احب انصحه اقول له انت كمستثمر وانت بتدور على مكان، دور على المكان اللي هيفيدك، دور على المكان اللي هيأد فاليو للمشروع بتاعك اللي انت بتفكر فيه، مشروعك العقاري او الاستثمار اللي انت هتقدمه او اللي انت هتحطه زي فلوس جوه المنتج اللي انت عايز تشتريه، لازم يبقى ليه فاليو، لازم يبقى ليه قيمه. احنا الحمد لله في الاولى بنهتم بالفاليو دي جدا وبنقدمها للعميل بشكل كويس جدا عن طريق التزامنا بالكواليتي اللي احنا بنقدمها وبالجوده اللي احنا بنقدمها كمان للمشاريع بتاعتنا بشكل كبير الحمد لله. نورتني يا استاذ محمود في القرار. شكرا ليك. نورني استاذ محمود الجمال مدير مبيعات شركه الاولى العقاريه. نلقاكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.